مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، 8 بتوقيت العالمي الموحد. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع قانون يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك. بلادنا واليابان توقعان مذكرة تفاهم تتعلق بمنحة في إطار المساعدة الغذائية يصل غلافها إلى 150 مليون أوقية من العملة الجديدة. تمسك إيراني وأوروبي بالاتفاق النووي عشية الموعد الذي حدده ترامب لإعادة فرض العقوبات على إيران. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع قانون توجيهي يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ومشروع قانون يتضمن تعديلا على القانون المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية. نتابع في مال النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 11 يناير 2018 تحت رئاسة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصدق على مشاريع القوانين التالية: مشروع قانون توجيهي يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، يلغي مشروع القانون الحالي ويحل حل القانون الرقم 050/2001 المتعلق بمعارضة الفقر، يهدف إلى تحديد التوجهات السياسية التي تمثل إطار المرجعية في مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، كما يأخذ في الاعتبار الإصلاحات الجارية في مشاريع المالية العامة واللامركزية. مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 001/2017 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2017، المعدل للقانون رقم 135/73 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973، المتضمن إنشاء الوحدة النقدية. مشروع قانون يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها وإشهارها وترقيتها واستهلاكها. يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع نظام قانوني يسمح بتحميل مصنع التبغ ومستورديه المسؤولية المدنية والجنائية في حال حدوث ضرر ناتج عن استخدام التبغ أو منتجاته. كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين: مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009، المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة العمل للعمال الأجانب. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحاذير والقيود المفروضة في هذا المجال والأولوية المعطاة لمرتنة الوظائف. مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 138/2016 بتاريخ 21 يوليو 2016 القاضي بإنشاء جامعة نواكشوط العصرية والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها. يرمي مشروع المرسوم الحالي إلى استكمال آليات التسيير الإداري والأكاديمي لجامعة نواكشوط العصرية، كما يمنح استقلالا ذاتيا أكبر للمؤسسات التابعة لهذه الجامعة، وينص على إمكانية إنشاء مؤسسات أخرى، كليات ومعاهد. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بخارطة الطريق لإصلاحات ممارسة الأعمال 2018-2019 Doing Business. يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لخارطة طريق تتألف من 32 نشاطا يتعين إنجازها أو الشروع في إنجازها خلال السنة الجارية، وذلك في إطار سلسلة الإصلاحات الجديدة الرامية إلى تحقيق المزيد من تحسين إصلاح مناخ الأعمال في بلادنا خلال سنتي 2018-2019. وقدمت وزيرة البيطرة بيانا يتعلق بفتح أنشطة ذبح المشترات الصغيرة للمنافسة. يقترح هذا البيان فتح نشاطات ذبح المشترات الصغيرة للمنافسة، وذلك لسد العجز الحاصل في منشآت الذبح وتشجيع تصنيف النشاطات التقليدية في هذا المجال.
هذا وعلق كل من وزير الشباب والرياضة السيد محمد الجبريل، وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، وزيرة البيطرة السيدة فاطمة فارمة السوينع، وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد سيدنا علي محمد خونة في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. واستعرض وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي صادق عليها المجلس. بدورها استعرضت وزيرة البيطرة حيثيات البيان الذي قدمته أمام المجلس والمتعلق بفتح أنشطة الذبح للمشترات الصغيرة للمنافسة. من جانبه تحدث وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال عن البيان المشترك بين قطاعه وقطاع الوظيفة العمومية والعمل عصرنة الإدارة الذي يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، مع التأكيد على الأولوية الممنوحة لليد العاملة الوطنية في الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة مع حفظ مصالح المؤسسات. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي من بعد النشرات الرئيسية الفرنسية لهذا المساء بحول الله. خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم برئاسة سيدة فاطمة منتعلي محمود رئيسة اللجنة لمناقشة اتفاقية قرض بين بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصصة لتمويل مشروع مزرعة للرياح في بولانوار. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار واللجاي، استعرض فيه الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية مبرزا نتائجها الإيجابية خاصة في أولوج سكان هذه المناطق لخدمات الكهرباء. وقع وزير الاقتصاد والمالية اليوم في مباني الوزارة مع سفير اليابان على مذكرة تفاهم تتعلق بمنحة في إطار المساعدة الغذائية اليابانية لسنة 2017، ويصل الغلاف الإجمالي لهذا التمويل 450 مليون ين ياباني، أي ما يناهز 150 مليون أوقية من العملة الجديدة. تتعلق مذكرة التفاهم هذه بمنحة حول العمل الياباني لموريتانيا. وقع المذكرة عام الذي نوى وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار الجاي وعلي اليابان سعادة السيد هيستاسوكو شيميزو السفير الياباني في بلادنا. مسؤولين الواقعة معكم سعادة السفير، أنا مذكرة التفاهم المتعلقة بمنحة تبلغ 408 مليون ين ياباني، ما يقضوا على 150 مليون أوقية مقدمة من حكومة اليابان لبلادنا في إطار برنامجها للمساعدة التجارية. أود التذكير بداية بأن بلدينا يربطهما تعاون راسخ تعزز وتنوع خلال السنوات الأخيرة، تم من خلاله تنفيذ برامج تنموية حيوية كثيرة في مجالات عديدة من الصيد والصحة والتعليم والبيئة وتكوين المهني بجانب المجال البحري. إنها قصة أخرى للتعبير عن إمكان الشعب والحكومة اليابانية لدولة اليابان على الدعم المتنوع والسخي الذي نافت إلى التقدم في البلاد. وستمكن هذه المنحة من توفير المنتجات والخدمات الضرورية لتنفيذ البرنامج المتفق عليه من قبل الجانبين. كما ترون تتسلم لطلبات الأمن الغذائي، وكل عام أرنا معاليا يابانيا تقوم من خلاله بشراء أرز الياباني لتكون ببيعه لاحقا للتجار الموريتانيين، وهو ما يسمح لها بالحصول على الأموال التي تمكنها من تمويل العديد من المشاريع الحاضرة إلى تعزيز الأمن الغذائي والأمن الإنساني للشعب الموريتاني. ويعد الأمن الغذائي أحد أقدم وأهم مجالات التعاون بين بلادنا واليابان. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في نواكشوط طاولة مستديرة لمناقشة القضايا المتعلقة بموائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان. اللقاء يهدف إلى تحديد الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها بلادنا والتأكيد على إدماجها في الترسانة القانونية الوطنية. لما رأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بات ضرورياً التوفيق بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحدد وتشرع حقوق الإنسان في بلادنا، بعد اللجنة إلى هذه الطاولة المستديرة لبلورة الموضوع وتعميق النقاش حوله.
رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت بالمناسبة أن هذا النشاط يشكل جزءاً من المساعي التي تواكب بها بلادنا الالتزامات الدولية التي التزم بها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان. وقالت السيدة ربها محمود إن الهدف الأبرز من هذا اللقاء هو تحديد الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها بلادنا وبحث إمكانية إدماجها في الترسانة القانونية الوطنية بعد التشاور مع كافة الهيئات المعنية من منظمات غير حكومية وجمعية. أما مسؤول البرامج بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا سيد جيتي سال فتنوه بأهمية هذا اللقاء وبما سيساهم به في تعزيز ونشر مفاهيم وقوانين الحقوقية الدولية. النقاشات والعروض تناولت خلال هذه الجلسة مسودة الوثيقة القانونية المقترحة للعرض أمام الجمعية الوطنية خلال يوم المناصرة في مجال حقوق الإنسان الذي سيعلن عنه قريباً. طلبت حال أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية مساء أمس من قبل حزب الشرفة الشعبية اجتماع لاختيار الكتاب الجديد للاتحاد تقديم حصيلة للسنة المسلمة وبرنامج السنة الجديدة. وبهذه المناسبة أصدرت هذه الأحزاب بيانا هنأت فيه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وشعب موريتانيا على ما تحقق من إنجازات وإصلاحات كبرى خلال السنة المسلمة والتي من أبرزها نتائج الحوار الوطني الشامل الذي تضمن إصلاح الحالات الدستورية وإنشاء الشبكة الشهوية ومناقشة بعض رموز الوطنية. ويوجد الاجتماع بانتخاب مكتب جديد ليعني عن مشاركة هذه الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. استجاباً مع التغيير الجديد في العمالة الوطنية غيرت محطة الوقود لوحاتها الإلكترونية ووفات حوار وحددت الأسعار الجديدة بحذر الصفر تمشيا مع الإصلاح الشديد. في ظرف قياسي زمنيا بدأت الرقية في حلول اتجاه الأهلية الشيء والتدول محققة من ذلك ونصف من النجاح في القبول للمعاملات اليومية محطة الوقود واستجابة للتغيير الحاصل في الوردة القاعدية للعملة. حددت أسعار الوقود في محطات مختلفة وفق المحددات الجديدة وهم من استلزم تغييرا في أرقام لوحاتها الإلكترونية ما نجح عنه عدد مهم من دقيق لذلك التغيير رغم أن هناك من الغلاف بأهمية ما دامت كمية الوقود تتناسب مع المبلغ النقدي. يعني أتلا تعبي 400 خاص وقيتين يعني عندك لتر ب 400 أنت ما أنك مستفيد منه شيء. بالنسبة لي أنا ما شفت تغيير شفت فعلا أنك الفاصلة يقعد بداخل من العرب لا شيء من الزوال مطلوب هذه من نقيت وعدت لها فقال لي لنا 400 ما نحط فرق شفت اللي هو اللي تتربي هو اللي قدر لي ثلاث ما نعرف ما فهم فرق إلا عاد فهم شيء طفيف. القضية قضية الفاصلة قضية حساب الفضة جديدة لا بد من يقيروا معها الرموز للشفر. هو كان ب 384 84 384 عاد 38.4 معناه انه ما تغير شيء. واستجلاء لحقيقة الامر حملنا جملة هذه الاستشكالات لمسؤولي ومسيري هذه المحطات لاستضاح الاجراءات الفنية لمتابعة هذا التغيير الجديد. الحقيقة هي ان الاسعار ما تغيرت لكن نحن في المحطات طبقا لقرارات البنك المركزي كنا ملزمين عنا نعطوا الاسعار نديروا الاسعار نبرمجوا الاسعار في بومبات بحسب الاوقيه الجديده اللي هي عباره عن الاوقيه القديمه تقسيم على 10 ولكن ايضا ملزمين عنا نتمون افيشو السعر القديم يعني المواطن يقد هو من نفسه يحسب حسب السعر القديم والسعر الجديد لا يجبر عن ما في اي زياده. تيكت القيمه كانت مثلا 1200 يقسموها ل 10 هي اللي يشوفوا في العداد في البومب ولكن ذاك اللي كانت تجيب 1200 اللي هو الكوبون اللي عندهم ذاك اللي كان يجيب من غازوال ونفسه اللي يجيب من غازوال من يقبل حد 2000 السعر الاول تقريبا يجيبون 5 لتر ضعف 20 منين اللي يدير السعر التالي اللي هو 38 ضعف 46 يعتمد على التقييم خمسة لتر عنه هو ما تقيد في شيء إلا حد من المصاصر العشرة معناه أن المواطنين
يا الله يعرفوا عن ما زال يتمئنوا عن السعر الممزل تلقى اللقاءات واتباهه بمحددات الأسعار الجديدة في هذه المحطة أمرا ضروريا خط زيابية ومرونة في التعاطي مع التغيير الجديد للأوقية وما بدأت ملامح متجلى في مختلف مستويات التداول النقدي. نرحب الآن بزميلي محمد الدلال الذي التحق بي بتقديم المشهد الاقتصادي الثالث لمحمد. مرحبا بكم متابعي الكرام، ونشرتنا بسعاده للعملات العالميه قائد الوقيع حسب تبريرات البنك المركزي المغربي. سوق العقار التصيني شهد استقرارا ملحوظا مع انخفاض اسعار المنازل للمدن الكبرى وسط قيود مشدده على الهجره، وانخفضت اسعار المساكن الجديده على اساس سوي في 10 من المدن الرئيسيه ل15 التي تعتبر اهم الاسعار. وعلى اساس شهري انخفضت اسعار المساكن الجديده في 7 مدن من ل15 مدينه، كما شهدت بكين وشنغهاي وشينغهو وهان جميعها ثبات في الأسعار. ارتفع عجز الميزان التجاري الإيراني إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر أثر مخاوف صحية المباراة التي تكسر الشيكة حول ملف الشراء. وذكر المكتب الإيراني للبلد في بيان أن العجز الاستيعابي والخدمات الفارق بين الصادرات والواردات تسعى بواقع نصف مليار جنيه استرليني يرتفع إلى 2.8 مليار جنيه وهو الأعلى خلال 5 أشهر. وهذا الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.4% أدفع عن إقطاع القرارات القوية. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. شكرا زميلي محمد، اهلا بكم من جديد. طلب المنتدى الشعبي والدفاع عن دولة القانون مساء امس مؤتمرا صحفيا للرد على مساعي منظمة الشرطة غير الحكومية، وذلك بحضور مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني السيد الشيخ طلال عبد الملك والعديد من البرلمانيين والعمدة والأئمة ومثري منظمات الدولة المعتمدة في بلادنا. وأوضح رئيسة المنتدى السيدة مسعودة بنت بحام في استعراضها لبيان صحفي تم توزيعه خلال المؤتمر أن هذه المنظمة سعى من خلال تقريرها الذي تضمن غلطات وتحليلات سيف المرس بصورة بلادنا وتشويه سمعتها. وأضافت أن هذه المنظمة تظاهر ضد موريتانيا في تحيز واضح فيما يخص اختيار وتأمين التصنيفات والورشات التي تصرها وما ستصر على قصص معامل تقدم كبير وغير المسبوق الذي تم في بلادنا في مجالات عديدة سواء من حيث الشفافية والحكمة الرشيدة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أي تحرك يقاوض الاتفاق النووي غير مقبول. وشدد ظريف بوعيد اجتماعه مع الأطراف الأوروبية في بروكسل تم تكهران بالاتفاق النووي، مؤكدا أن التزام إيران بالاتفاق مشروط بالتزام الولايات المتحدة. وطلب وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى رئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام الاتفاق النووي الإيراني، وذلك عشية الموعد النهائي الذي ضربه لتقرير ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران تم رفعها في السابق بموجب الاتفاق النووي. وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني ووصفه بأنه أسوأ صفقة على الإطلاق، متهما إيران بانتهاك روح الاتفاق. الآن مشاهدينا الكرام وزميلة وردة من تباه والموجز الرياضي، مساء الخير زميلة وردة. مساء الخير جديدي. إذن مشاهدينا بعد فاصل وأخبار الرياضة.
أهلا بكم. بات قائد المنتخب الوطني محلينا اللاعب قيوغا موسى مهددا بالغياب عن مباراة المنتخب أمام نظيره المغربي في افتتاح بطولة أفريقيا المحليين مساء السبت القادم، وذلك بسبب إصابة تعرض لها خلال التدريبات في نواكشوط، ويأمل الجمهور الوطني أن يتمكن القائد من المشاركة في هذه المباراة المهمة، حيث يتميز اللاعب بخبرة واسعة نظرا لكونه يشارك للمرة الثانية في بطولة محليين. وكان اللاعب قد أكد في تصريح لقناة الموريتانية أن اللاعبين سوف يبذلون مجهودات مضاعفة من أجل الظهور في البطولة بصورة تليق بسمعة البلاد. قال مهاجم المنتخب الوطني المحليين اللاعب قرموقة موسى تراولي في تصريح له بعد وصوله المنتخب أمس إلى مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأمم التي تستضيفها المغرب في الفترة ما بين 13 يناير الجاري والرابع من فبراير المقبل، قال بأن اللاعبين المنتخب جاهزون لتحقيق الانتصار. ما شاء الله كنا عندنا جروب مازين ولاعبين الحمد لله تحديد واحد ان شاء الله، وان شاء الله ازمن جيسي عندنا ماتش سي ديفيسيل مي ان شاء الله جيرات ازمن ان شاء الله باش نعدي النتيجه طيبه ان شاء الله باش نفرحوا الجمهور ان شاء الله، ورانا شاكرين ان شاء الله الجمهور اللي دعمونا وان شاء الله نقدر نعدي النتيجه زين ان شاء الله. طلب بعض رؤساء الأندية في الدوري المحلي لكرة القدم اتحاد اللعبة بتمديد الميركاتو الشتوي حتى 31 من يناير الجاري بدلا من إغلاق يوم 15 من نفس الشهر كما كان مقررا، ويرى هؤلاء أن الأندية التي ترغب في ضم بعض اللاعبين الذين ذهبوا مع المنتخب إلى بطولة المحليين قبل توقيعهم ستكون في ورطة، لأن بعثة المنتخب لن تعود قبل نهاية الشهر الحالي خاصة إذا تجاوز المنتخب الدوري الأول من المسابقة. تحاول بعض الأندية الدوري الخطف بعض لاعبي المنتخب المحلي في الميركاتو الجاري، لكن سفر البعثة إلى المغرب سيبعد لاعبي النخبة عن صراع الميركاتو. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم، بعد قليل تلتقون محمد بديدي. شكرا زميلة وردة. وبأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام تتكامل على أسر هذه النشرة إلى التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لنمو المتسارع والرفاهي المشترك. بلادنا واليابان توقعان مذكرة تفاهم تتعلق بمنحة في إطار المساعدة الغذائية يصل غلافها إلى 150 مليون نوقية من العملة الجديدة. تمسك إيراني أوروبي بالاتفاق النووي عشية الموعد الذي حدده ترامب لإعادة فرض العقوبات على إيران. نشرة مشاهدينا الكرام انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، ألتقيكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. نشكركم الحين تحيانا جميعا والسلام عليكم.